ازيكم يا جيش برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. الاثنين 10 مايو 2021. توقعات العشرية الأولى مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو: لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي. إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة، يجب أن تغير مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة، وألا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك. كثيرا يكمن الحل بداخلك، فبعد الثقة بالنفس تستطيع التغلب على هذه المشكلات والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى. العلامة العشرية الثانية مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو: يمكنك اليوم تبني موقفا مؤيدا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة، وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقة سوف يستمر أيضا في حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص محدد، قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى. العشرية الثالثة مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو: أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلاما داخليا واضحا، كما أنك مفعم بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوءك الخارجي يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.